قالت دائرة الجمارك الأردنية أن كوادرها تعاملت خلال العام الماضي 2023 مع 5957 قضية تهريب، 24 قضية منها كانت تتعلق بالمخدرات، توزعت ما بين حبوب الكبتاجون المخدر والكريستال والهيروين والكوكايين والماريجوانا. وبيّنت الدائرة أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ما يزيد عن 82 ألف مخالفة جمركية، بالإضافة إلى قيام بحملات جولات تفتيشية منظمة لمكافحة التهريب والبضائع المقلدة، كان أبرزها ضبط معملين في موقعين مختلفين لصناعة المعسل المقلد ونكهات السجائر الفاسدة وتعبئة وتغليف علب الجوس المزورة. للحديث عن إنجازات دائرة الجمارك الأردنية للعام 2023 ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك عميد جمارك سائد عاشور. مرحبا بك. بداية نتحدث عن المشاريع الوطنية الريادية التي تبنتها دائرة الجمارك، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وأيضا تشجيع التجارة الدولية وإزالة الازدواجية والتعارض بالعمل بين الدوائر الحكومية. بداية أسعد الله أوقاتكم بكل خير سيدي. في الواقع دأبت دائرة الجمارك وعلى مدار تاريخها العريق على مواكبة التطور والتحديث لتحقيق الأهداف والطموحات المرجوة، حيث تبنت دائرة الجمارك خلال العام الماضي 2023 ست مشاريع وطنية ريادية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والعمل بها تحت مظلة الجمارك، كمشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني، ومشروع توحيد الجهات الرقابية، ومشروع التدقيق ما بعد التخليص، والتجارة الإلكترونية، وتطوير إجراءات حركة المسافرين وإدارة المشاريع. نعم. طيب، في إطار الخدمات الإلكترونية، أهم هذه الخدمات وكم وصل عدد هذه الخدمات؟ في الواقع في العام المنصرم أطلقت دائرة الجمارك 8 خدمات إلكترونية جديدة، ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المقدمة لمتلقي الخدمة إلى ما يقارب 162 خدمة إلكترونية وعملية جمركية متنوعة، من أبرزها خدمة الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية، وخدمة الاستعلام عن التوصيات الإلكترونية للإعفاءات الدبلوماسية، وخدمة براءة الذمة الإلكترونية للطلاب العرب والأجانب. وفيما يتعلق ببرمجة وحوسبة وتطوير الأنظمة والإجراءات الجمركية، قامت الدائرة بحوسبة 34 نظام وإجراء جمركي مختلف. نعم. الهدف من هذا كله التخفيف على المراجعين وإخواننا متلقي الخدمة. طيب، يعني حبذا لو تخبرنا عن آخر التطورات المتعلقة بمركز جمرك الماضونة الجديد، وأهم المشاريع الجديدة المتعلقة في البنية التحتية. بكل سرور سيدي، حيث تم استلام مركز جمرك الماضونة الجديد في نهاية العام الماضي، والعمل جاري على تطبيق أعمال بوابات الخروج الإلكترونية وطرح عطاء تجهيز مباني الدائرة في المركز الجديد والحصول على الموافقات لربط المركز بمحطة طاقة شمسية، حيث سيكون هذا المركز مركز صديق للبيئة يراعي التنافسية العالمية. وأما ما يتعلق في مشاريع البنية التحتية لمختلف المديريات والمراكز الجمركية، حيث سيتم تنفيذ مبنى للمكافحة والترفيق الجمركي في منطقة السلطاني في محافظة الكرك، والبدء بأعمال المرحلة الثانية من أعمال إنشاء مركز الصادق في قرب وادي اليتم، وتم البدء بتصميم مركز حدود الدرة المتكامل وتنفيذ مبنى المسافرين الجديد، وكذلك طرح عطاء لتشغيل المبنى الموحد في مركز حدود الكرامة. نعم، أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك عميد جمارك سائد عاشور، شكرا لك.